وين يجي؟ باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. نعرفوا بالكدا انه باش تنطلق لتصفيه نتاع كاس امم افريقيا المغرب 2025. منتخبنا باش يلعب المقابله تاع الجوله الاولى ولا الثانيه ضد مدغشقر ثم ضد غامبيا. خلينا نبداو نحكيو على المباراه الاولى. مباراه باش تلعب بعد غدوه الخميس 8 نتاع الليل في ملعب حماد العقربي في رادس ضد منتخب مدغشقر. المقابله هذه تعرفوا بالكدا انه منذ ايام قليله تم تعيين لجنه التسييري للجامعه. قبلها كان تعيين فوزي البنزرتي. من عرش كان تبعت ولا شويه في اخر الصيف المشكله اللي صارت بين فوزي المزارتي ومهدي النفطي كيف كيف. من بعد جات الهيئه التسييريه الجامعه وتفضت نجم نقولوا الاشكال والكل. فوزي البنزارتي يواصل في المنتخب ومهدي النفطي يغادر قبل حتى ما يباشر المهام نتاعو. البارح كانت حصه تدريبيه المنتخب مفتوحه للاعلاميين لاجراء الحوارات مع الملاعبيه الاطار الفني وغيره. حابين نسمعوا التصريح نتاع عيسى العيدوني لاعب المنتخب الوطني يحكي في التصريح هذايا على التحضيرات طبعا، وزاد ايضا باش احكي على المشكل نتاع فوزي البنزرتي ومهدي النفطي واللي صار والكل، وانه خاصه اليوم فما حقبه جديده في المنتخب وفي الجامعه بصفه عامه. نسمعوا تصريح عيسى العيدوني ونرجعوا نعرفوا عيسى العيدوني اللي نذكر اللي كونه من فريقه مشى يلعب في الخليج توا عيسى في الوكر القطري بعد ما كان في اونيون برلين الالماني يمشي في الصيف اللي فات منذ اسابيع للوكر القطري. نسمعوا عيسى العيدوني ونرجعوا. جيسبر كون بورا لي comment dire de l'avant et qu'on pourra réussir à obtenir les objectifs qu'on s'est fixé en tant que équipe. Donc voilà, il faut travailler, rien lâcher et essayer de faire voilà le mieux qu'on peut le plus rapidement possible. Et puis voilà, toujours être positif et travailler. Écoutez, moi j'ai pas envie de parler de ça. Ce qui m'importe c'est le plan footballistique. Je suis personne pour juger personne. Déjà, je suis moi-même personne. Donc comment je peux parler de quelqu'un? Donc non, moi, ce qui m'importe, c'est le plan footballistique. Après, voilà, ce qui se dit, ça m'importe peu en réalité. Donc voilà, c'est le terrain qui compte. Et je pense que voilà, il faut en tout cas pour tout le monde, pour nous les joueurs, pour le coach, pour le peuple tunisien, pour vous les journalistes. Je pense que voilà, c'est le foot qui nous rassemble. On va dire aujourd'hui, en tout cas, c'est pour ça que vous me posez ces questions-là. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer avec le coach sur plan sportif. Donc, هذا عيسى العيدوني يقول إنه حقبة جديدة اليوم في المنتخب. يقول أيضا إنه نتمنى نوصل لهدفنا ونحاول نعملوا أقصى ما في الجهد متاعنا. بعد ما سألوه على فوز البنزرتي ومهدي النفطي يقول ما نحبش نحكي على الموضوع هذا، نحب نركز على الكرة فقط. يقول ما نجمش نحكي على حتى إنسان، لأنه أنا في الآخر إنسان كناس الكل، وفي الآخر باش نخدمه مع الكوتش جديد يحكي على فوز البنزرتي وباش نقدمه ونحاول نسعى ونعملوا الانتصارات. نمشي للمختص الأول في المنتخب الوطني التونسي رفع المجدي، يعطينا تعليق على التصريح. تصريح بيه عيسى برشا. صحيح عيسى بيه ومرحبا بيه، ميرسي يعطيك الصحه وربي يخفف القلوب. بيه عيسى كاو ذي هو التعليق راهو يترفع ديما عيسى العيدوني على شفتها يخفف القلوب. حلوه قرب القلوب ما نعرفش باش تمشي انت تفرج في الطرح تاع مدغشقر. نمشي بين سو عندي البادج توت زون هذاك مازال مازال صالح افي يا اخي وانت اللي كاين به. خلينا نتعدى ونحكيو على حاجه اخرى. ساعه المنتخب الوطني تعرفوا انه التذاكر ان شاء الله باش تبدا تتباع. دونك الناس الكل دعوا الناس الكل باش يمشيو يتفرجوا في المنتخب الوطني التونسي مباراه رسميه او مباراه الفوز البنزرتي. ما هو الشعب الكل والناس الكل تستنى في فوز البنزرتي وفي الطريقه الهجوميه. ها موجود اليوم فوز البنزرتي، نشوف المنتخب كيفاش باش يكون وشنيه ينجم يعطي ان شاء الله. نمشي نحكيو على موضوع اخر. جعفور نعرفوا بالكدا في الفتره الاخيره في الصيف سورتو قبل الموسم هذايا برشا انديه تونسيه منها نادي الافريقي، نادي الصفاقسي، الترجي اللي كان سبق من عملاول يعتمدوا على مدربين اجانب. فما حتى شكون تعدى لمدير فني اجنبي. فما ناس بلي سي في كبار برشا. نحكيو على باتيلي لودوفيك المدرب هذايا او المدير الفني جديد نادي الافريقي اللي كان تم تعاقد معاه منذ اسابيع. و 31 اوت الفارط كانت انتهت مهمته مع منتخب الكوت ديفوار بطل افريقيا. نعم. يجي للنادي الافريقي عنده سي في كبير برشا المدرب هذايا، خدم في عديد الانديه في فرنسا، اميان، سانتيتيان، خدم في منتخب الامارات، منتخب الفرنسي، وتعداوا على يديه ملاعبيه مشاهير كيما مبابي، تشاوميني، هرنانديز،
برشا لاعبين كان دربهم في اصناف الشبان. البارح يباشر المهام نتاعو مع النادي الافريقي وكان عنده حوار مع الصفحه الرسميه للنادي الافريقي. خذينا منه اكستري صغير باش نحكيو على دو كوتي جعفور، البنيه التحتيه الرياضيه للانديه اليوم في تونس كيفاش نجمو نعملو، وباش نحكيو ايضا على المشروع نتاعو لانه عقده يمتد لاربع سنوات. نسمعوه نرجع. Principal objectif c'est de former et d'amener en équipe première des bons joueurs. Former un joueur c'est trois choses, c'est d'abord détecter le talent, après c'est le former avec des entraîneurs de qualité et un contenu et un programme adapté, et après c'est les injecter progressivement en équipe première avec la chance que l'on doit avoir d'avoir un coach qui à un moment va ouvrir la porte aux jeunes et va leur permettre de s'exprimer. Alors déjà il y a de la place, ça c'est important parce qu'il y a des fois vous allez dans des endroits, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de terrain. Ici il y a des endroits, il y a plusieurs terrains, dont ce tout nouveau terrain synthétique qui est excellent et très 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 bon pour l'entraînement, parce que ça fait partie aussi des moyens que l'on doit avoir pour bien former un joueur. On va améliorer ces structures, les rénover, les réhabiliter. On va s'orienter vers un gros projet de formation. هذا لودوفيك باتيلي نترجمه يقول انه الهدف الرئيسي اللي جاء هو على خاطر وباش يعدي اربع سنين في النادي الافريقي، يقول هو نجيبوا ملاعبيه نوصلوهم للفريق الاول. والشيء ذا يتعدى بثلاث مراحل، يقول اولا اكتشاف الموهبه، ثانيا انه الملاعبيه هذوما اللي نكتشفوهم مواهب نجيبوا لهم مدربين كفاءات ونجموا يكونوهم بالكدا، وثالثا نوصلوا الملاعبيه هذوما ببرنامج ملائم نوصلوهم برنامج ملائم لفريق الكابر. بالنسبه للبنيه التحتيه يقول في برشا بلايص ما تنجمش تلقى بنيه تحتيه كبيره، صحيح اليوم فما ملعب يقول ارتيفيسيال جديد النجم يعاون برشا، صحيح فما حاجات جيده، لكن يقول مازلت باش نحاول نعمل مع الاداره على تطوير البنيه التحتيه. وهذا راهو علاش جبنا الموضوع جعفر، لانه اليوم الانديه التونسيه كي تكون الشبان نتاعك وتحضر بنيه تحتيه راك في المستقبل عامين ثلاثه تبيعهم برشا فلوس، تدخل برشا فلوس، النادي يتقدم ماليا ورياضيا وحتى اداريا. واضح هاني كنت